تمام دكاترة، هذا بالنسبة لل بي فاكسين. هو هذا أهم كلام ينقال فيه، هو الكلام بتاع الووند، يعني كلين ووند ديرتي ووند. إيه إيفن فور هيلثي بيبل دكتورة آمنة. حتى إحنا المفروض كل 10 سنوات نعودوا التطعيمة هذه. في أمريكا حتى البريجننت هومن يعطوا لهم فيه، لما تكون واحدة بريجننت يعطوا لها فيه من ضمن التطعيمات بتاع البريجننسي. تمام، فهو أصلا المفروض يتعود كل 10 سنوات، يتعود راهو التي دي. يعني تو بالنسبة لنا احنا ناخد التي دي كل 10 مفروض. تمام دكاترة، بعد التطعيمة هذه، العفو دكتورة، بعدها حنحكوا على الهيموفلس انفلونزا تايب بي. اللي هي واحدة من الهكسا. تمام، بالنسبة للهيموفلس انفلونزا تايب بي، طبعا هو نوع التطعيمة عبارة عن التايب بي كابسولار بوليساكرايد. شنو هم البكتيريا الثانية اللي عندهم كابسولار بوليساكرايد؟ يعني على الأقل خلينا نقول المشهورات اللي مع الهيموفلس انفلونزا. هم مرات في أنواع أكثر شوية كابسولار، لكن يعني في أنواع مرتبطة ديما مع الهيموفلس انفلونزا هي كابسولار. شن هي غير الهيموفلس؟ يا جماعة الانفكشوس، يس، نيموكوكل، وشن تاني؟ منينجوكوكل. تمام، زي ما قالوا الدكتورات هذه نفس المنينجوكوكل، نسيريا منينجوتيدز يعني، ونفس الستريبتوكوكس نمونيا اللي هي نيموكوكل نسموه فيها. هذين الثلاثة عندهم كابسولار بوليساكرايد، وهذا الفاكسينز بتاعهم عبارة عن كابسولار بوليساكرايد. تمام، هنا في نقطة مهمة في الاميونيتي يعني، وتندكر ديما، اللي هي لما انتم تعطوا فاكسين معتمد على الكابسولار بوليساكرايد يعطي ويك اميونيتي، ويك اميون رياكشن. بهي يدير ستيموليشن اونلي فور بي سيلز، فيدير في سيركوليتنج انتي بوديز بس، بهي without memory cells، يعني ما فيش ذاكرة للتطعيمة هذه without memory cells، فبالتالي حيكون short duration، مدة الحماية متاعها قصيرة. تمام، هذا لو كان بوليساكرايد. فطلعت فكرة ثانية جديدة، طلع conjugation، أن ياخذوا التطعيمة هذه ويديروها conjugation with protein. ياخذوا حيالله بروتين يعني من اي مكان، هيك بروتين يجيبوه ويلصقوه فيها. باهي مش مهم، مش البروتين متاعها، هي مش ليها البروتين، اي بروتين ويحطوه معاها. البروتين هذا عباره عن شنو؟ عباره عن انتيجين تريجر للاميون ريسبونس. باهي، فلما البوليساكرايد يربطوها ببروتين، شنو يصير؟ يصير اكشن اقوى. باهي، الاميون رياكشن هذا ينشط حتى التي سيل، يعني يكون بي سيل وتي سيل ات ذا سيم تايم. البي سيل بدورها هي المسؤوله عن تكوين بعدين الميموري سيلز، يعني حيكون ليه ذاكره، حيقعد يكون برولونجد، بيعطينا مناعه فتره اطول. بالتالي الكونجوجيتد فاكسينز تعطى في الاطفال، وخذوا سي فور تشيلدرن، يعني احنا نفضلوا الكونجوجيتد انها تتخذ اليونجر ايج جروب في الاطفال. اما الاولدر ايج جروب، الاولد يعطوا فيهم البوليساكرايد فاكسين بروحها عادي، ممكن تلقوا الاولدر ايج، خلينا الاولدر ايج يعطوهم يعني الكبار في العمر او فوق 60 مثلا سنه وكذا، هذي ما يعطوا فيهم البوليساكرايد فاكسين. طبعا ما زال تسمعوا في النيموكوكل ما زال تسمعوا ان فيه حسب قديش فيه انتيجين، تسمعوا في واحد في 7 انتيجين، واحد في 13، واحد في 23 حسب العمر. فهم الاولد ايج طبعا في النيموكوكل يعطوا فيهم بتاع 23 اللي هو الهاير نمبر، وفي الاطفال نستخدمه حاليا في 13 اللي هو فيه 13 انتيجين، 13 يعني 13 انتيجين. تو نحكوا عليه في النيموكوكل، بس الكلام اللي قلته سوا في البوليساكرايد انتيجين سواء كان تاي بي هيموفلس انفلونزا او منينجوكوكل او نيموكوكل هو نفس الشيء.
في البدايه كانوا يستخدموا في البوليسكرايد، بعدين لقيوا ان البوليسكرايد هذه مده يعني العمر بتاع المناعه قصير، فغيروا عليه الكونجوجيتد. شو معنى كونجوجيتد؟ معناها هي بوليسكرايد كونجوجيتد وذ بروتين، راهي قاعده فيها بوليسكرايد ولكن كونجوجيتد مع البروتين، فهذه مده عملها اطول لانها تنشط حتى ميموري بي سيلز، وبالتالي هذه مفضله في الاطفال. الهيموفيلس انفلونزا طبعا كيف تتاخذ الفاكسين الاتش اي بي؟ يتاخذ مع الهكسا، والهكسا هو اي ام، بهي يتاخذ اي ام به امتى يتاخذ؟ شهرين، 4 شهور، 6 شهور، 18 شهر، لان احنا في 18 قلنا حولنا منها الهيباتيتس بي بس، يعني فهو الاتش اي بي قاعد حتى في 18 شهر. تمام، يعني اعتقد ان هو هذا ال ممكن في نقطه بس اضافيه نضيفوها على التايب بي، هي بس انفلونزا تايب بي، ان التطعيمه هذه ضروريه فقط في الاعمار اللي هم less than 5 years، بهي فقط للي اقل من 5 سنوات. هذه التطعيمه مش ضروريه لحد عمره فوق ال5 سنين. راهي الهيموفيلوس انفلونزا تايب بي، ما نحكوش على الثانيات النيموكوكل والمنجوكوكل، تو نحكوا عليهم في وقتهم. الاتش اي بي ضرورية فقط تحت عمر ال5 سنين، فوق ال5 سنين يعني نقوله special cases للناس محددة، يعني فوق ال5 سنين غالبا. طبعا الناس المحددة هذيما مثلا حد عنده داير سبلينكتومي، يعني هذه أهم حاجة قريب، بهي في معها أسباب أخرى، ولكن حطوا في بالكم يعني الناس اللي هم مثلا بيديروا سبلينكتومي أو اضطروا لإيمرجنس سبلينكتومي مش واخدينها، فمرات حتى يعطوهم حتى بعدها، وكان هي إلكتيف تنعطى قبلها طبعا، يجهزوهم بالفاكسينز بتاعهم قبل السبلينكتومي. فالمهم هذه من أهم الانديكيشن اللي هم البيشنت اللي يعني بيفور سبلينكتومي أو جاست أفتر سبلينكتومي، أما أو للأجنت، يعني في ناس عندهم أسبلينيا زي السكل سيل، أو في حتى الكونجنتال أسبلينيا تكون كونجنتال أنومالي من الأساس ما عندهمش أسبلين، فهذيما الناس يقول لك لازم ياخذوا الاتش اي بي. ليش الاتش اي بي؟ لانها واحده من الكبسوليتد اورجانيزم اللي هي فيري كومون في الاسبلينيك بيشن. الناس اللي عندهم اسبلينيا ديما معرضين للكبسوليتد اورجانيزم، لان السبلين هو المكان بتاع اللي يديروا لهم في ترابينج، يعني يمسك فيهم. بهي هذه بس المعلومه اللي ممكن نضيفوها. طبعا فيه نقطه، خلينا نقول نقطه اخيره، بهي هي ممكن جاية مرة في الأسئلة، إن الناس اللي ياخذوا natural immunity natural infection sorry، الناس اللي ينصابوا بها الهيموفيلس انفلونزا before يعني 24 months of age، يعني there is no protection، يعني ما عندهمش protective antibody، there is no natural يعني immunity بعد natural infection في الأطفال اللي عمرهم أقل من سنتين. There is no protective antibody، يعني حتى بعد ما انصاب بالهيموفيلس انفلونزا بعدها بفتره حاولوا يقيسوا الانتيبادي الانتيبوديز ان هيز بلاد ولا ان هيز سيرم، لقيوها ما فيش نيجاتيف. فمعناها الاشخاص اللي انصابوا بها ناتشرال انفكشن تحت عمر السنتين there is no protective antibodies، اما بعد السنتين يقول لك على الاغلب انهم they will develop يعني antibodies. لو حد خذاه الهيموفيلس انفلونزا تايب بي بعد سنتين اوكي، لكن قبل سنتين حتى لو كان مصاب بها ناتشرال انفكشن هي ويل نوت ديفلوب انتي بوديز، بالتالي هي نيد اميونايزيشن. هي هذه الفكره ان هو ما محتاج اميونايزيشن، ولكن لو حد انصاب بها بعد سنتين خلاص يعني هي ويل ديفلوب اميونيتي. هيباتيتس A طبعا الهيباتيتس A هو عباره عن inactivated vaccine او inactivated antigen، يتاخذ اي ام في السكيدول بتاعنا عند عمر 15 شهر. تمام، طبعا هو الهيباتيتس A لازم يتاخذ، يعني المفروض يتاخذ ديما equal or more than 12 months، يعني هيك ريكومنديشن توصيات نتاعها. باهي
ما يتاخدش قبل 12 شهر، يعني لازم الاطفال لما ياخذوه يكون عندهم يعني يكون عمرهم 12 شهر او اكثر، اللي هو يعني طريقه الاعطاء بتاعها هيك. طبعا يتاخذ سنجل دوز، يعني هي سنجل دوز بتكون انف. باهي في الدول اللي ماهوش روتين عندهم ياخذوا مثلا الترافيلر بيفور ترافل وهيك ممكن ياخذوا. فالمهم ان هو يعني هي هذه الكلمتين مهمات عليه، ان هو انكتيفيتد يتاخذ اي ام ويتاخذ عند ال 15 شهر في جدولنا، ولكن هو بشكل عام ما يتاخذش قبل السنه، يعني اول مره ياخذوه على عمر السنه. هذه المينيمم ايج يعني، لكن بالنسبه لنا احنا محطوط على ال 15، يعني هو حاليا في جدولنا على 15 شهر. هيباتيتس بي فاكسين، طبعا الهيباتيتس بي فاكسين يعني في كلام عليه، قصدي ينحكى عليه ديما. هو بشكل عام 3 دوزز، يعني الأساسيات لازم يكونوا 3 جرعات بهي بالأساس، يا إما يتاخذوا عند 0 6 مانث، يعني هذا ريجيمين بعض الدول ماشي بيه، يا اما يتاخذوا عند يس هو 0 0 1 6، يا اما 0 2 6 هيك، يا اما يعني الجرعه الاولى بعدها بشهرين جرعه وبعدها بست شهور، يا اما بعدها بشهر وبعدها بست شهور، فهي ما تفرقش يعني في كل الاحوال. بالنسبه لنا احنا امتى ناخذه؟ فيه هيبتايتس بي فاكسين في جدولنا امتى جاي؟ in our system كان محطوط مع من؟ مع الهكسا. محطوط عند أول شيء طبعا at birth، هذه أول وحدة بهي، وموجود عند مع الهكسا عند شهرين، وعند الأربع شهور، وعند الست شهور، لكن عند السنة ونص لغينا. تمام. 026 ايه. طب بالنسبة لنا احنا اللي اخذناه في عمر كبير، اخذناه بالسيستم هوا اللي هو كاتش اب، يعني كاتش اب اخذناه مثلا الاولى بعد شهرين جرعة وبعد ست شهور جرعة. لو حد شو واخذه حتى هو توي بياخذه، فبياخذه بالسيستم هذا اللي هو 0 2 2 6 بالاغلب هيك يعطفي بالسيستم هوا. لكن نحكوا عند الاطفال في جرعة ات بيرث، في جرعة عند عمر شهرين واربع شهور وست شهور. يقول لك بالنسبة للبري تيرم بيبيز، مرات الات بيرث هذه يعني قصدي كان يعني هم حتى لو اخذوها مش حيستفيدوا منها غالبا، ومرات يأخروا فيها ليهم لين يوصل عمره، يعني لين يوصل وزنه 2 كيلو، يوصل يعني على الاقل من 1 مانث من الولادة، وفي اللي يقول لك لين يوصل الجستيشنال ايج بتاع التيرم يعني 37 اسبوع. لكن المهم يقول لك فور بري تيرم الفيرست دوز غالبا تعتبر اكسترا دوز، يعني غالبا لقيهم ما عندهمش استفاده كبيره منها الفيرست دوز، بهي تعتبر كانها اكسترا دوز. فاذا كانك انت في دوله تعطي في 3 تطعيمات بس، ما تنحسبش الفيرست دوز، يعني زيد عليها دوز ثانيه. فهمتوا علي؟ بالنسبه لنا احنا من الاول حاسبين النقص يعني وعاطين 4، فهمتوا علي؟ لكن في الدول اللي تعطي في 3 تطعيمات يقول لك ان بريتر بيبي ذا فيرست دوز از اكسترا دوز، ما تنحسبش، يعني هذيك مرات يستفاد منها ومرات لا، فدي ما اعطيه جرعه اضافيه البريتيرم. لكن بالنسبه لنا احنا عندنا وحده ات بيرث وعندنا 3 جرعات اضافيه، فاوكي خلاص ماهوش يعني ماهيش مشكله عندنا، باهي الموضوع هذا يعني مش حنفكروا فيه. يقعد الكلام ديما طبعا بالنسبه لام، يعني هي عندها هيباتيتس بي اس انتيجين بوزيتيف، نقول ماذر وهيباتيتس بي اس antigen positive. طبعا بالنسبه لاي ام هي هيباتيتس بي اس انتيجين بوزيتيف، نقدر نقول كلمه تختصر الموضوع، بغض النظر عن وزنها، بغض النظر عن هو تيرم ولا بري تيرم، باهي ما دام الام هيباتيتس بي اس انتيجين بوزيتيف، نقول حاجه واحده ان لازم البيبي ياخذ الفيرست دوز اوف انتيجين هيباتيتس بي فاكسين، يعني فيرست دوز اوف فاكسين، ولازم ياخذ الهيباتيتس بي اميونوجلوبولين
اللي هي طبعا 0.5 مل اي ام، حتى دي اي ام، at different sites يعني في اماكن مختلفه مش في نفس المكان، كان هذا يصير neutralization within 12 hours، خلال 12 ساعه من الولاده، regardless of of gestational age, regardless of weight. ما دام الام بوزيتيف ما عادش يهمنا قديش وزنها قديش الايج، قصدي المفروض البيشنت ياخذها الفيرست دوز اوف فاكسين والفيرست دوز اوف immunoglobulin within 12 hours. هو هذا اختصار الموضوع. طبعا الجبريتيرن بيبي امها نيجاتيف اصلا، فالام اذا كانها نيجاتيف وبريتيرم وزنها اقل من 2 كيلو، هذا اللي بيبدا فيه الكلام بتاع امتى نعطي الفاكسين. والله واحد يقول لك لين يوصل على الاقل 30 يوم الولاده، يعني 30 يوم بعد الدليفري بهي فيقدر ياخذ التطعيم. قصدي هم الاغلبيه ماشيين بالكلام هذا، في كلام كان يقول لما يوصل 37 اسبوع، لكن قصدي تو حاليا يقول لك حتى 30 يوم من الولاده من الدي اوف دليفري ممكن ياخذ الفاكسين. لكن تو مش موضوعنا، هو اغلب الاحيان شن حيكون السؤال؟ الام هيباتيتس بي اس انتيجين بوزيتيف، هي قال لك وزنها كيلو 500، قال لك وزنها كيلو كيلو 800، 3 كيلو، مش مهم الوزن، ما دام الام هيباتيتس بي اس انتيجين بوزيتيف لازم ياخذ فاكسين، حاجتين، لازم ياخذ فاكسين ولازم ياخذ اميونوجلوبولين ات ديفرنت سايتس، كلهم حياخذها اي ام، ولكن في اماكن مختلفه، واحده ياخذها من في اليمين واحده في اليسار مش جنب بعض عشان ما يصيرش نيوتراليزيشن يعني ببعضهم يتعادلوا وخلال 12 ساعه. تمام. اوكي طبعا نفس الشيء البوست اكسبوجر، بوست اكسبوجر بروفايلاكسيس نتعامل معاه بنفس الطريقه، يعني لو حد تعرض لنيدل ستيك انجري لا سمح الله يعني بيتعامل معاه بنفس الطريقه، يعني زي البيبي اللي انولد لهيباتيتس بي يعني اس انتيجين بوزيتيف. طبعا المفروض انه يندار تحليل بهي للشخص اللي هو نشكك فيه النيدل حتى هو عشان نشوفه هو اصلا بوزيتيف ولا لا، وإذا كان بوزيتيف فشخص لازم ياخذ نفس الشيء، ياخذ فاكسين وياخذ اميون جلوبولين ديفرنت سايتس خلال 12 ساعة من الاكسبوجر. تمام. يعني لها وقت دكتورة تقريبا لها ساعة و40 دقيقة أو ساعة ونص، بس في تسجيل إن شاء الله تلقوه يعني. النيموكوكل، النيموكوكل هو شبه اللي ينقال فيها قلناه مع الانفلونزا تايب بي، ان هي بالاساس كانت بولي ساكرايد فاكسين، بعدين داروه كونجوجيتد، حاليا يعطوا في الكونجوجيتد اللي تو نستخدمه فيه، كونجوجيتد هو افضل في الشيلدرن. في منه النوع طبعا كونجوجيتد هذا حاليا اللي هو 13 13 فالنت، يعني فيه 13 انتيجين بهي. البوليسكرايد هذا قاعد عليه ال 3 سكرايد او 23 فالنت، في 23 انتيجين. بالنسبه للبوليسكرايد اللي هو فيه 23 انتيجين قلنا يتاخذ في الاولد ايج، يعني الشيبين والعزايز وفي ناس الكبار في العمر هم اللي ياخذوا فيه، اما الكونجوجيتد هذا يتاخذ في الاطفال، هو عباره عن 13 فالنت، في منه نوع 10 فالنت وفي منه نوع حتى 7، يعني انا مر علي 7 فالنت، ممكن هو زمان كانوا يستخدموا فيه بطلوه مش عارفه، بس في 10 في 13 هم توهت حاليا 7 ما فيش، يعني حتى شفتك ما مقابلنيش، بس زمان هيك سامعه انا في واحد 7. المهم تو حاليا اللي يهموكم اثنين 13 و23 بهي، في حتى 10 لكن مش مهم، في 13
اللي هو يتاخد في الأطفال باهي، وفيه 23 اللي هو يتاخد في الأولد إيج. بالنسبة لنا الأطفال نعتبره عندنا 10 وعندنا 13، لكن بالعادة الأكثر استخداما هو 13 باهي. أمتى في الجدول متاعنا النيموكوك الفاكسين أمتى يتاخد؟ عند شهرين، هو جزء من الهكسة ولا 4 شهور؟ سوري، مش جزء من الهكسة، هو آدد مع الإكسة ومع الروتا، ومع الهكسة يتاخد ومع الروتا 2 شهرين 4 شهور. زمان كان في حتى على 6 لغوت، هو 2 و4 و6 و12. النيموكوك الفاكسين هم 3 برايمري دوزز. في دول تعطي في 3 برايمري وتعطي معاهم في وحدة بوستر، يعني المهم يولوا 4، يعني في دول تعطي في 4. بالنسبة لنا جدولنا حاليا في 3 بس، 2 و4 شهور كل شهر، قلنا بتاع 6 شهور هذه ما فيش، يعني 6 شهور ما فيهاش نيموكوك الفاكسين. تمام. خلينا نحكي على الفيروسيلا 13 و23، هذيما دكتورة البول سكرايد عبارة عن أنتيجين بهي، يعني أنتيجين جسم غريب علينا بهي. فالأنتيجين، الأنتيجينات أنواع مختلفة بهي، البول سكرايد أنتيجين مثلا، فهم عددوها، يعني هذا نوع 1 و2 و3 و4 وكذا. فالنوع اللي فيه 13 يعني واخدين فيه أكثر 13 أنتيجين، 13 فالنت، يعني فيه 13 أنتيجين من الأنتيجينات متاعها هي، هي اللي هي شنو اسمها قلنا عليها النيموكوكل ستريب نمونيا بهي، واخدين منها 13 أنتيجين ومدايرين بهم الفاكسين. 23 واخدين منها 23 أنتيجين ودايرين بهم الفاكسين، وهذا الكونجوجيتد الافكت نتاعها اقوى قوي بهي هيك اوروبيها، فيبي حتى 13 انتيجين كويسات معه. لكن الثاني نتاع الاولد ايج ما هوش كونجوجيتد، ما فيش بروتين، فحاطين فيه 23 انتيجين بهي، هذا معناها 13 و23. نجو لي الفارسيلا، اللي هي تشيكن بوكس. الجديري أو الجدري المائي بهي، هذه اللي مرة قلنا شن اسمها، احنا عندنا نقول لها بوشوكا، طبعا هو البوشوكا. الفارسيلا هذه عبارة عن شنو؟ عبارة عن لايف اتينويتد، لايف اتينويتد فاكسين. كيف يتاخذ؟ يقول لك هذا من التطعيمات اللي تتاخذ سبكوتينوس باهي. هي أغلبية التطعيمات اي ام، ما عدا يعني قصدي استثناءات بسيطة اللي هي اورالي، واستثناءات بسيطة اللي هي سبكوتينوس، وفي البي سي جي انتراديرمال، لكن قصدي الأغلبية اي. فالفارسيلا يقول لك هذا يتاخذ سبكوتينوس. الفارسيلا عبارة عن 2 دوزز، يعني المفروض يتاخذ جرعتين منه. بالنسبة للجدول نتاعنا وين حاطين الفارسيلا؟ حاطين على 15 شهر وعلى 6 سنوات. تمام. طبعا ما دام اللايف فاكسين فهو يعني ديما عندنا مشكلة مع اللايف فاكسين، انه مثلا في الاميون كومبرومايزد يعني بيكون في كلام عليه. الفارسيلا في منه نوع مخلط مع الام ام ار، ام ام ار ومعها فيروسيلا بهي. ام ام ار وفيروسيلا ات ذا سيم تايم اوكي، يتاخذوا مع بعضهم عادي اوكي، لكن تعطي ام ام ار وتجي بعدها بيومين تبي تعطي فيروسيلا ممنوع. تمام. ات ذا سيم تايم اوكي، لكن بعدها ما يتاخذش الا يكون الفاصل بينهم ات ليست 4 ويكس.
وهذه يعني قاعدة في أغلب اللايف فاكسينز، لايف اتنويتد فاكسينز الأفضل يكونوا مفصولات بأربع أسابيع، لكن الاتنويتد فاكسين أو الانأكتف فاكسين ما تفرقش، لكن اللايف اتنويتد فاكسين الأفضل يكون الفاصل بينهم 4 أسابيع، تمام؟ ما يكونش الفاصل بينهم أقل من المدة هذه، لأن شنو يصير؟ الـ MMR فاكسين عنده ريسك فيبرايل سيجر بهي، والفيرسيلا عندهم ريسك هم اثنين فيبرايل سيجر. لو جيت عطيت الأول MMR مثلا وبعدين عطيت وراه فيرسيلا أو العكس، يعني المهم عطيتهم في مدة أقل من 4 أسابيع، المشكلة اللي تصير حيزيد ريسك فيبرايل سيجر، يعني إن هم اثنين يديروا حرارة وهم اثنين يديروا النسيجر. لكن لو انك فصلت بينهم ب 74 فحينقصوا الريسك بتاع الفبرايل سيجر. طبعا ممكن يتاخذوا حتى يعني ممكن يتاخذوا في حتى مع يعني مش ما يكونوش مخلطات مع بعض، يكون كل واحد بروحه، لكن يتاخذوا في نفس الجلسة، يعني غير يكونوا في سيبريت سايت في اماكن مختلفة. طبعا احنا في جدولنا مش في نفس الوقت، راه الام ام ار محطوط على 12 شهر و18، والفارسيلا على 15 شهر، يعني بينهم 3 شهور، قبل هذا بثلاث شهور وهذا بعد بثلاث شهور، فان ما يختلطوش، فهمتوا عليا؟ قصدي ما فيش مش محطوطات مع بعض، لكن في دول يحطوا فيهم مع بعض يعني الفارسيلا والام ام ار، بالنسبة لينا لا. تمام، هنا في نقطة تنحكى ديما مع الـ MMR وتنحكى مع الفاريسيلا، اللي هي موضوع الـ IV immunoglobulin. بهي in general يقول لك بعد الـ IV immunoglobulin من 3 ل 11 شهر ممكن ياخذ بعدها أي تطعيم، تمام؟ لا، هو يقول لك يتاخذوا مع بعض. اوكي، يعني يتاخذ عادي ويتاخذوا سيبريتد سايتس مثلا كل واحد في مكان، ويا اما يتاخذوا الفصل بينهم 4 اسابيع، لكن انك تعطيهم وفي بينهم ايام لا. وهي اصلا في اللايف اتنويت الفاكسين كلها هيك، ما يجيش تعطي فاكسين وبعدها بيومين او 3 او حتى باسبوع تعطي الفاكسين الثاني. اذا كانهم زوز لايف اتنويت فاكسين لازم يكون الفصل بينهم 4 اسابيع. طبعا الكلام هذا احنا كنا راهو يعني زمان لما كان جدول تطعيمات منتظم وماشي تمام، ممكن ما نسألوش فيه أصلا، ما نسمعوش فيه طبعا، يعني هو اللخبطة صارت السنوات الأخيرة فيكثر السؤال عليها. يعني ده من الأسئلة الكومون، يعني واحد واخد لايف اتنويتد فاكسين بعد جاك بأسبوع يبي ياخد تطعيمة تاني لايف اتنويتد، الأحسن إن نأجلوها، بهي نأجلوها لين نسكر ال4 أسابيع. السؤال اللي قلنا ديما الكلام على الـ IV immunoglobulin واللايف فاكسين، يعني بعدها قديش المدة؟ فاللايف فاكسين يتاخذوا بعدها من 3 ل 11 شهر، هذا كلام عام يعني، لكن فيه تفاصيل، يعني فيه مثلا كل سيتويشن وليها مدة معينة. يعني الاي دي امينوجلوبين، الاي ام امينوجلوبين بهي، والاي دي امينوجلوبين حسب الدوز نتاعها، هل هي بس ريبليسمنت دوز؟ يعني في حد عنده مثلا اكس لينكد جاما جلوبولينيميا وياخذ في او يعني وياخذ في اميونوجلوبولين، او حد مثلا عنده اي تي بي وياخذ في اميونوجلوبولين، او يعني قديش الدوز متاعه، هل هو واصل للجرعه متاع 1 جرام بير كي جي و2 جرام بير كي جي، ولا واخذ الجرعه متاع يعني 400 ملي جرام بير كي جي اللي هي جرعه بسيطه متاع ريبليسمنت، ولا 300 بس. فهذه تفرق، يعني كل جرعه وليها يعني خصوصيتها. فقصدي بالنسبه للاي ام هي اقصر حاجه، الاي ام غالبا بعدها من 3 ل 5 شهور ماكسيمم يقدر ياخذ التطعيمات، بالنسبه للاي في المده متاعها اطول، الاي في غالبا من 8 شهور ل 11 شهر، نقدر نقول من 8 ل 11 شهر باش يقدر ياخذ التطعيمات. انا قاعد نقول لكم فيها رفلي، هي فيها جداول راه بهي. بالنسبه لحد واخذ بلاد برودكت، يعني واخذ دم او بلاد برودكت يعني مشتقات الدم، لو كان واخذ واشد تيز هذه ما فيش انترفل زيرو، يعني يقدر على طول ياخذ تطعيمات بعدها بهي لو انها واشد. لو كانها باكد ار بي سيز، يعني مش واشد، الباكد ار بي سيز العاديه، قديش المده؟ 5 شهور بين الباكد ار بي سيز واللايف فاكسين اللي هم الام ام ار والفيرستيلا.
لو كان واخد هول بلاد ستة شهور، لو كان واخد بلازما أو بليتلت 7 شهور. في مكان تاني مرت علينا 3 شهور، يس ايه كنت بنقولها تو لقيت الدكتور كتبها. في مصدر آخر كان قايل 3 شهور بهي، بس هو ما كانش يعني مصدر خاص بالتطعيمات، كان مكتوب في الأوسكي، في الشيتات بتاع الأوسكي كان مكتوب إنه 3 شهور نوت بهي، بس مصدر تاني يعني مختص بالفاكسينيشن فقايل هيك المدة زي توا أقل مدة. في وحدة اسمها في حاجة هنا اسمها الار بي سي اللي هي أدينين آدد، ممكن هذه الوقتين اللي مضاف لها مادة اسمها أدينين سالاين، هذه كاتبين 3 شهور، فممكن هم واخدين على هذه يعني بهي. لكن احنا بالعادة أصلاً بالعادة هل نعطف واشد أو نعطف سبيشال ار بي سيز ولا نعطف في الباكد أو هول بلاد؟ نعطف باكد وهول بلاد في العادة يعني، ما نعطوش في الأنواع الخاصة هذه. الواشد ولا الأدينين سالاين هذه بتعتبر نوع يعني في العادة ما يعطوش فيها. ايه بيش في بيشنت عندهم فريكوينت بلاد ترانسفيوجن، قصدي بيكون موضوع راهو الفاكسينيشن عالم يعني. في محاضرة اسمها فاكسينيشن ان روماتولوجيكال بيشنت، فاكسينيشن ان هيمات يعني ان هيماتولوجيكال ديسوردر، فاكسينيشن ان اميون ديفيشنت بيشنت، يعني فاكسينيشن ان كرونيك كيدني ديزيز. قصدي راهو كل حاجة منهم هذه ما عندها تلقوا عليها محاضرات يعني، محاضرة خاصة بالسيتويشن. احنا تو بنحاولوا بلمو، انا قلت لكم هذه هيك كاتبين هذا الكلام اللي ينقال بهي، مكتوب في قصدي مصادر مهمة ومكتوب حتى في نيلسون لو تشوفوا بهي، فقصدي هذا الكلام اللي هو موجود والكلام العلمي يعني، لكن التطبيق خلونا منه، التطبيق انا مش هنتكلم بهي، هو هذا اللي الكلام الصح يعني. المفروض بعد البلاد ترانسفيوجن لو انه واشد ار بي سيز ما فيش فاصل على طول ياخذ اميونو بلاد، ياخذ اللايف فاكسين. لو كان في نوع زي الواشد هي مضاف لها اللي اسمها الادينين سالاين 3 شهور، الباكيت 5 شهور. انا قلت الباكيت لان الباكيت هذا اللي تهمنا، والهول بلاد 6 شهور بهي يعني من 5 ل 6 شهور. في مرة قلنا 3 شهور، أنا أتذكر إيه قلنا 3 شهور، بس هو في نوع معين من البلد اللي هو أدينين سالاين، حتى مش متأكدة يعني شو نوع البريبريشن هذه بالضبط الأدينين سالاين، بس هي بتكون فكرتها زي الواشد يعني، حاجة نفس نظام الواشد، فهذه ممكن 3 شهور. طبعا ليش راهو الناس اللي واخدين بلازما واميونو جلوبولين وبلد ما ياخذوش يعني بعدها اللايف فاكسين؟ اول شيء قالك هم عندهم نسبه من الانتي بودي يعني، ما دام اخذوه اميونو جلوبولين وكذا عندهم نسبه هم في الدم بتاعهم، بالذات اللي واخد اي في اميونو جلوبولين عنده نسبه من الانتي بودي بروتكتيف اجينست الام ام ار، يعني بروتكتيف اجينست الميزلز والمامز والروبيلا والفاريسيلا، لكن نسبة البروتكشن اجينست مثلا انفلونزا قليلة، فعادي ياخذ انفلونزا فاكسين، ياخذ الان اكتيفيتد انفلونزا فاكسين. فهمتوا علي؟ هو اوريدي بروتكتد، راه اللي واخذ اي في امينو جلوبلين هو بروتكتد اصلا، ما تخافوش عليه، قصدي انه ما خداش التطعيمات، هو محمي اصلا بهي. موضوع البلد اعتقد انه مشابه، بالذات الهول بلد حتكون فكرة تقريبا هي نفسها. فاول شيء يقول لك انه هو اوريدي عنده انتي بودي. الشيء الثاني ان حتى لو اعطيناه حيكون امبروبر ريسبونس. ليش امبروبر ريسبونس؟ لما جي انا اعطيه انتيجن وهو في الدم بتاعه فيه انتي بودي، الانتي بودي حيتفاعل مع الانتيجن وحيصير نيوتراليزيشن ومش حيستفيد من التطعيمه، التطعيمه انحسبت عليه على الفاضي. فهمتوا علي؟ امبروبر ريسبونس لما انا نكون حنعطيه تطعيمه مش حيستفيد منها، اجل التطعيمه، لان الانتي بودي هذه اللي عنده هي تعتبر حمايه مؤقته مش حمايه دائمه، نأجل لحد ما تختفي هذه الانتي بودي وتمشي من الدم بتاعه ونعطيه تطعيمه في وقت مناسب عشان يدير منها مناعه كويسه وتقعد لفتره طويله. فهمتوا علي؟ يعني هذه الفكره هي، بس ان انتم لو اعطيتوه تطعيمه هل بيصير له شيء؟ مش حيصير له شيء، مش حيموت بهي، لكن هي الفكره مش حيستفيد منها التطعيمه، نأجلوها لوقت يكون هو فعلا قادر يستفيد منها. هذه فكره الديلي اوف فاكسينيشن. تمام. بالنسبة للإنفلونزا فاكسين هو مش داخل في جدول الأساسية، هو يعتبر من التطعيمات الإضافية بهي،
الانفلونزا فاكسين، الانفلونزا فاكسين عندنا في منها انواع، في الان اكتيفيتد انفلونزا فاكسين بهي، وفي منها اللايف اتنويتد انفلونزا فاكسين، وفيه ريكومبيننت انفلونزا فاكسين. طبعا الكومبيننت هذا يتاخذ فوق 18 سنه، بالتالي مش الفيلد بتاعنا يعني. اللايف اتنويتد يتاخذ بعد السنتين. الان اكتيفيتد فاكسين طبعا في منه نوع، في منه ايج بيزد وسيل كلتشر بيزد، المهم يتاخذ في نوع بعد ال4 سنين، في نوع بعد ال6 سنين، المهم تقريبا هيك في الاعمار اللي اكثر من 4 ل6 سنوات. طبعا الانفلونزا فاكسين هو ينعطى للناس اللي هم عندهم خطوره عاليه يعني من انفلونزا انفكشن، وممكن يعطوه للناس اللي معرضين لل هو الانفلونزا لما ينصاب به، اي حد معرض لانه يخش بعدها في ستافيلوكوكال انفكشن. بهي الانفلونزا لما دي الانترستيشن نمونيا تخش عليها دي من ستاف اوريوس بوست فايرال، هي بوست فايرال. الناس اللي عندهم هي طبعا ستاف تعتبر كاتاليز بوست بكتيريا، وين تجي للناس اللي عندهم سي جي دي الكرونيك جرانيوماتوس ديزيز. الناس اللي عندهم كرونيك جرانيوماتوس ديزيز او فاجوسيت ديفكت بشكل عام، يفضلوا ان يعطوهم هذين بالذات، يفضلوا يعطوهم انفلونزا فاكسين خوفا من البوست فايرال ستاف اللي ممكن يكونوا معرضين لها. فبالذات يعني مش بس هذين مرة، وهو قصدي الانفلونزا فاكسين عارفين انتم نعطوا فيه لكل حد عنده يعني اميون سبريسد. طبعا اي حد مناعته منخفضه ما نقدرش نعطوه لايف، نعطوه في الانكتيفيتد انفلونزا فاكسين يقعد ياخذ فيه سنويا وعشان يحميه من الانفلونزا بهي، لانه هو اصلا مناعه بتاعه مثلا ضعيفه لاي سبب من الاسباب يعني، المهم يقعد سنويا ياخذ في الانفلونزا فاكسين بهي. فهو يتاخذ في بعض الفئات يعني، ما هوش ريجولار فاكسينيشن. انتوا بالنسبه لكم كميديكال يعني بيرسونال المفروض تاخذوه لانكم انتوا معرضين يعني للانفلونزا دينا مخالطين بهي. الام ام ار، الام ام ار بالنسبه لنا في ليبيا امتى ناخذه فيه زي ما حكينا عند 12 شهر وعند 18 شهر. كيف يتاخذ؟ يتاخذ سبكوتينوس، هو لايف اتنويتد، وحكينا على المشاكل متاعه وين ما ينذكر الفيرسيلا هو ينذكر معاه، نفس القصه مع الميونوجلوبولين اللي حكينا عليها قبل شويه. في عندنا الروتا طبعا ديما يسألوا ليش سموه روتا، شكل الفيروس هيك شكله زي الويل لا بهي، فهذا ليش هو أصلا بالعربي مسمينه الفيروس العجيلي، العجيلي روتا بهي ويل شابت. يسألوا فيه، يحبوا جماعة الليبيان بالذات يقول لك ليش هو سموه روتا، فهو